وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المهندس عماد بن إبراهيم المحيسن، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد. مساء الخير سعادة المهندس عماد. وفي البداية يعني لو تطلعنا حقيقة على الاستعدادات والإجراءات التي ستتخذها المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لاستقبال المسافرين من الجانبين. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أتقدم بالشكر لقناة البحرين على هذه الاستضافة. طبعا أحب أوضح في البداية أن ترتيب جسر الملك فهد من ناحية أعداد المركبات يعتبر خامس على مستوى العالم. يعني وفق إحصائية عام 2019 تم استقبال حوالي 29 مليون مسافر. فالجهات العاملة بجسر لديها الطاقات والإمكانيات لاستقبال الأعداد الكبيرة مرة أخرى بكامل إمكانياتها وطاقتها. خلال الفترة القريبة الماضية طبعا أكملت جميع الإدارات العاملة في المملكتين استعدادها لاستقبال المسافرين تزامنا مع صدور البيان السعودي لرفع تعليق السفر في الخامس من شوال، حتى الوصول طبعا إلى الجاهزية التامة لجميع شركاء النجاح في من الإدارات العاملة في الجانبين السعودي والبحرين. طبعا سبق هذه الجاهزية الانتهاء. طبعا كان هناك عدد كبير من المشاريع وتجهيزات هندسية ضمن خطة تطويرية شاملة بدأت منذ فترة التوقف المتزامنة مع جائحة كورونا، وتضمنت تحسينات وتوسعات وإعادة تهيئة لكافة مناطق الإجراءات بالتنسيق المباشر مع جميع الجهات العاملة بالمملكة. طبعا من المؤكد أن قرار السماح بعودة السفر بين البلدين بإذن الله سيساهم في عودة وشائج الروابط الاجتماعية وتعزيز الحركة الاقتصادية بين المملكتين الشقيقتين. نعم سعادة المهندس عماد، يعني ما هي أهم الإرشادات التي يمكن أن تقدمها المؤسسة للمسافرين عبر جسر الملك فهد يعني ابتداء من يوم غد؟ طبعا هو الشيء المستحدث بالجسر هي الاشتراطات الصحية، يعني ما كانت موجودة في السابق والمطلوب الالتزام فيها من قبل جميع المسافرين. جهات مختصة بالمملكتين السعودية والبحرينية ستقوم بتطبيق الأنظمة واشتراطات منصوص عليها من الجهات الصحية بالمملكتين. طبعا في المغادرة والقدوم طبعا راح يقتصر السماح بمغادرة السعودية لمن يظهر لديهم حالة محصن أو متعاف بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا في الجانب السعودي، أو شهادة تأمين خاصة بكورونا لمن هم دون سن 18 سنة. أما بدخول البحرين فيتطلب من القادمين لمملكة البحرين حمل أي من التطبيقات الصحية المعتمدة بدول مجلس التعاون والتي تظهر حالة محصن أو متعاف بحسب ما يظهر في التطبيق التطبيقات المعتمدة في دول مجلس التعاون، أو حمل شهادة فحص كورونا بما لا يتجاوز طبعا 72 ساعة من وقت أخذ العينة. نعم. طبعا هذا الإجراء لا يسري على من هم دون من سن 6 إلى 17 سنة، ويتطلب طبعا وجود شهادات PCR لهذه الفئة. نعم. أما فيما يتعلق بالقادمين للسعودية فانه حاليا طبعا الاجراء الحالي المتبع لا يتطلب اجراءات اضافيه بالنسبه للسعوديين، اما غير السعوديين فيتطلب وجود شهاده فحص كورونا لجميع الجنسيات الاخرى من غير السعوديين بما لا يتجاوز مدتها 72 ساعه من وقت اخذ العينه. طبعا من خلال يعني قناه البحرين انا احب اؤكد على اهميه متابعه ما يصدر من الجهات الرسميه بالمملكتين فيما يتعلق اي تحديثات تتعلق بالاشتراطات المطلوبه للدخول لأي من المملكتين. نعم. مع أخذ الحيطة والالتزام بتطبيق الاحترازات والقيود المفروضة من المملكتين حتى نتفادى يعني أي صعوبات قد تواجه المسافرين والقادمين. نعم سعادة المهندس عماد بن إبراهيم المحيسن، رئيس تنفيذي المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، شكرا جزيلا لك.